بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده بنعمل فسيفساء على شكل قلب، وبنوظف القلب دي لشكل برواز. احنا الوقت بنرسم القلب بطريقة هي لازم نتعلم ازاي نرسمه. بعمله انا بطريقة التماثل، برسم انا نص دائرة كده وابدأ ايه اعدل الشكل عشان يديني شكل القلب. لو نشوف الفيديو بالراحة كده هتعرف ازاي ترسمه. واضح معاكم؟ طيب بنقطع بقى الخط الخارجي ده عشان نبين عملية التماثل اكتر. انا واضح في الفيديو اهو. بنحاول نسوي الشكل الخارجي، نحاول نضبطه شوية عشان يبقى مضبوط. بنشيل الزيادات. شوف الطريقة اللي انا عملتها ديت اسمها يعني ان انا بعمل توازي للخط الخارجي مع الدوران. الدوران ده دائري على شكل قلب على اي شكل، ازاي يجيب بالظبط التوازي من الخارج. وانا عملته تاني مرة اهو عشان ابين لك بالفرجار، يعني تعاد تاني في الفيديو. وانا باخد بنفس مستوى الفرجار كده وابدأ ايه انا فرجار للخارج بعيد انا على الخط تاني، ابدأ اقطع بقى ايه، هقطع ان شاء الله الزيادات دي بالقطر. استخدام القطر لازم يبقى بحرص كده. اهو القلب واضح معانا بقى شكل برواز اهو. احنا ممكن حتى نستفيد من الجزء الداخلي للقلب. طيب انا بقطع بقى الشكل الخارجي من ورق الفلين اللي هو السميك. تابع معايا الفيديو هتستفيد ان شاء الله، وهتطلع عمل جميل. ممكن تستفاد منه تنفذه كديكور داخل البيت، او تنفذه كعمل جمالي او كمشروع لطالب. انت بتنفذه كشكل جمالي، يعني انت ممكن تنفذه. وانا هنفذه هنا بخامة الكل، يعني اول مرة انا استخدمها لان هي اقرب لشكل شكل السيراميك او المزيك. تلاحظ ان انا في الجزء ده وانا بقطع بالقطر لازم يكون فيه حرص شوية. الفلين ده بيحتاج حرفية شوية في التقطيع عشان ما الخط الخارجي بتاعه يطلع مضبوط. لابد القطر تكون انت مغير السلاح معايا يا شباب. اهو شفت طريقة التقطيع، انا ماشي على الخط بالظبط اهو، لازم عشان الشكل بتاعك يطلع ايه، يطلع مضبوط. القلب طلع معانا اهو. ممكن انا اضبط الشكل الخارجي بصنفرة. تلاحظ ان انا جبت ورق قديم، ورق الحاجات اللي عندي القديمة، ابدأ اقطعها بالمقص وهعمل ايه، وضحت اهيت، وابدأ الزق الايه القطعة الصغيرة ديت. ممكن نكبرها شوية او تبقى بالحجم دي، كل واحد بقى ممكن يعملها بطريقته وبفكره. هو يعني في لمعة شوية بس، انا عشان ابقى بعيد بالكاميرا مش باينة، دايما بستخدم الجزء اللامع اللي هو الجزء الاخضر ده. انا بزود، تلاحظوا ان انا بزود فوق مساحة القلب بشوية، برجع تاني اشيل الزيادات ديت بالقطر عشان انهيها بطريقة كويسة، او اعمل الشكل اللي هو الخط الخارجي. هتشوفها انت معايا، تابع الفيديو للنهاية عشان تشوف طريقة التنفيذ. يعني لازم نتابع الفيديو للنهاية عشان نشوف طريقة التنفيذ الصحيحة، ازاي انا بشطب الشكل كخارجي، ازاي بعمل التفاصيل اللي في الداخل. انا معاك اهو لسه، وممكن انفذها باكتر من طريقة. يعني ممكن اقطع الورق بشكل طولي، اقطعه بشكل، في اكتر من طريقة، يعني كل واحد بقى يبتكر. تلاحظ الوقت وانا بألزق القطعة الصغيرة ديت، هي قطعة مش منتظمة، انا قطعتها بسيب مسافات بين كل ورقة وورقة، مسافة كده عشان تبين لك في الفكر من الفسيفساء يعني. لكن انا لو بلزقهم كلهم جنب بعض يعني ما يبقى انا ما غيرتش. لكن انت بتعملها لازم تسيب مسافة ملي او ملي ونص كده ما بين كل قطعة وقطعة بشكل غير منتظم، هتديك الشكل الفسيفساء والفكر من الفسيفساء. لان الفسيفساء عبارة عن قطع صغيرة انت بتنظمها بطريقة، انت بتختار الفكرة اللي بتنظمها على حسب الشكل وعلى حسب التصميم.
هو ده المقصود من الفسيفساء. الفسيفساء ممكن تتنفذ بأكتر من خامة، يعني هي أساسها بتتنفذ بالسيراميك أو المزيك قطع صغيرة أو بالزجاج، أو بتنفذ بأي خامة تتراءى ليك بتعملها بنفس الطريقة، بس أنا عملتها لك بالكرتون الورقي، بتديك إحساس المزيك والسيراميك، وهتوفر عليك وهتبقى سريعة وهتبقى خفيفة معاك، وهتتنفذ بأسلوب جميل هيعجبك. وانا نفذتها باكتر في اكتر من فيديو، وطلعت نتيجة كويسة. يعني ممكن تنفذها على شكل قلب او على شكل حرف، المهم يكون الشكل ليه وظيفة. يعني توظيف الشكل مهم جدا في اعمالك حتى تعرف توظفها بعد كده، لكن كشكل جمالي بدون توظيف ماشي، لكن هو افضل دايما توظف العمل بتاعك في حاجة انت تعرف تستفاد منها. ونتمنى متابعة الفيديو للنهاية، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، ونتمنى الاشتراك في الفيديو ومتابعة الفيديو مع الإعجاب، وتمنياتي للكل بمتابعة الفيديو يا رب، وكون استفدتم يعني، وتحياتي للجميع.